دكاترة، معاكم مها رأفت. دي هتكون المراجعة بتاعة التوريال تاني مايكرو. كانت بتتكلم عن تو اورجانيزمز. اول اورجانيزم معانا كان اسمه مايكوبكتيريوم ليبري، وقلنا مايكوبكتيريوم ليبري من اسمه هي بكتيريا كانت بتعمل ديسيز اسمه ليبروسي او هانسنس ديسيز على حسب العالم اللي اكتشفها. تمام. طيب قلنا ان هو برضو ديسيز خطير بيأثر على السكين واتكلمنا عنه شوية يعني. طيب تاني حاجة معانا الكريبتوكوكوزيس. الكريبتوكوكوزيس ده ديسيز بيسببه فانجاي او بتسببه فانجاي اسمها كريبتوكوكوس نيوفورمانس. تمام. الديسيز ده كان بيأثر على البرين وبيأثر على المنجيس، وكمان كان بيأثر على الريسبيراتوري سيستم، بيأثر على اللانس وكده. تمام. طيب هنبدأ بقى نتكلم عن كل حاجة منهم. اول حاجة معانا هي المايكوبكتيريوم ليبري والديسيز اللي هي بتعمله اللي هو مرض الليبروسي او الهانسنس ديسيز. نبدأ بأول حاجة قبل ما نوصف المرض ذات نفسه، عايزين بقى نعرف اكتر عن الأورجانيزم اللي بيعمل الليبروسي او الجذام بالعربي اللي هو مرض جلدي، اغلبنا عارفينه وهناخده تاني في الجلدية في سنة تالتة. اول حاجة معانا البوينتس بتاعتنا، هنتكلم على شكل المايكوبكتيريوم ليبري، وهنتكلم عن على الكالتشر بتاعها، كمان هنتكلم عن انيمال باثوجينيستي والديسيز اللي بتعمله اللي هو الليبروسي. هنتكلم عن الديسيز من حيث ايه؟ هنتكلم عن الديسيز من حيث الترانسميشن والباثوجينيسيس والتايبس بتاعته، وكمان ازاي نعمله دايجنوزس وازاي نعمل تريتمنت وبريفنشن. طيب نبدا اول حاجه معانا هي المايكوبكتيريوم ليبري. قلنا المايكوبكتيريوم ليبري دي شكلها عامل ازاي؟ الصوره اللي قدامكم دي شكلها عامل ازاي؟ قلنا اللي هي سلندر، بتبقى اسطوانيه وبتبقى شبه الحبل كده، سلندر روتس، وكمان نون سبور فورمينج، يعني ما بتكونش حويصله حواليها. زي ما انتم شايفين هي مش مكونه اي حاجه حواليها، على عكس ايه؟ على عكس الكريبتوكوكس نيوفورمانس هنلاقيها ان هي عامله سبور حواليها خلاص. لكن المايكوبكتيريوم ليبري اول ما يجي وصف شكلها تفتكروا ايه الشكل اللي انا جايبه لكم ده؟ ان هي سلندر روتس وكمان بتبقى نون سبور فورمينج. طيب ايه كمان؟ هي بتبقى موجوده في جروبس، ما بتبقاش موجوده كل واحده لوحدها، لا هي بتبقى موجوده في جروبس او ماسس. كمان بتبقى او بتحب تعيش انتراسيلولار، بتحب تعيش جوه السيلز بتاع الهيومن مثلا، زي الماكروفاجز، زي الخلايا المناعية بقى، زي مثلا الار بي سيز، اي خلايا موجودة في الجسم، خلايا اعضاء معينة بتحب تعيش فيها. وهنا تكمن خطورة المرض ده، ان هو صعب ان المناعة تتعامل معاه، لانه اصلا بيبقى مستخبي، او البكتيريا دي بتبقى مستخبية جوه خلايا الجسم، فبيبقى صعب شوية ان المناعة تتعامل معاه، عشان كده هو مرض خطير. تمام. طيب بعد كده من المواصفات بتاعه البكتيريا دي ان هي اسيد فاست، يعني بتحتاج كميه من الاسيد عشان خاطر تقدر تعيش، او عشان خاطر نقدر مثلا نوفر لها البيئه المناسبه لمعيشتها، ان هي بتحتاج كميه اسيد شويه، يعني زي ايه؟ زي ال H2SO4، بس هي بتحتاج نسبه صغيره 5% بس خلاص. كمان هي الكحول فاست. تمام يا دكاتره. بيقولك كمان عشان هي اسيد فاست، فاحنا لما بنيجي نصبغها بنصبغها بالموديفايد زيل نيلسون ستين. مهم كلمه موديفايد، لان اصلا زيل نيلسون ستين دي صبغه اصلا في الاصل ما بتبقاش فيها اسيد، لكن عشان خاطر نقدر نصبغ المايكوبكتيريوم ليبري بنضيف 5% من ال H2SO4، فبتبقى موديفايد زيل نيلسون ستين. تمام. طيب ده بالنسبه للمورفولوجي بتاعها. بعد كده عندنا الكالتشر بقى، كاركترز بتاع الكالتشر. عندنا اول حاجة بيقولك ان البكتيريا دي ما ينفعش ان احنا نزرعها في الارتفيشال ميديم، يعني ما ينفعش نجهز لها كده وسط صناعي ان احنا نزرعها فيه. ليه؟ لان هي اصلا بتبقى محتاجة مواد طبيعية عشان خاطر تنمو فيها، والمواد دي احنا منقدرش نوفرها، فعشان كده هي cannot be cultivated on any artificial medium. تمام. والنقطة دي مهمة جدا برضو، ان هي ممكن تجيلكوا true false. خلاص يا دكاترة مهمة. طيب طيب لقوا ايه بقى لما جم يختبروا الانيمال باثوجينيستي؟ يعني ايه اصلا انيمال باثوجينيستي؟ يعني مثلا اي اورجانيزم في العالم عارفين ان هو بيسبب ديسيز معين خلاص، عشان خاطر نقدر نعرف الاعراض بتاعته بتظهر امتى وايه هي الاعراض دي ومدى خطورتها وبتموت مثلا في قد ايه، بنختبر اول البارازايت ده على بنختبر الاورجانيزم ده على انيمال الاول، وبعدين نشوف بقى الدنيا عامله ايه. فاحنا لما جينا ندور على انيمال يظهر عليه الاعراض بتاع المايكوبكتيريوم ليبري حقنها في كذا انيمال، ما لقيناش بتظهر اي اعراض. تمام.
فبالتالي قلنا خلاص كده مفيش انيمال بيظهر عليه اعراض، معنى كده ان هي بتأثر على الهيومن بس. لكن لقينا بس انيمال بيستجيب بنسبة بسيطة جدا، هو الانيمال ده اسمه ارماديلو اللي هو في الصورة عندكم ده، لما جينا حقناه ظهر بس شوية جرانيولوما نتيجة الانفلاماتوري رياكشن اللي حصل نتيجة حقنه بالبكتيريا دي خلاص. لكن هي أعراض بسيطة، فعشان كده في الأغلب هنقول لكم قدام إن هي ما بتأثرش غير على الهيومن بس، تمام يا دكاترة؟ ده بالنسبة للأنيمال باثوجينيستي. طيب كمان الأعراض دي اللي بتظهر على الأرماديلو ما ظهرتش غير بعد 14 يوم، فعشان كده هي عندها slowest growing rate، يعني هي الجروينج بتاعها من حيث الاعراض وكده لما نيجي نحقنها في انيمال بتعتبر اقل حاجه او ابطا حاجه، لان هي بتظهر بعد 14 يوم. في العادي بتظهر في وقتها، لكن هنا في بالنسبه للمايكوبكتيريوم ليبري بتظهر بعد 14 يوم. كده خلصنا المايكوبكتيريوم ليبري، نيجي بقى للنقطه اللي بعدها اللي هي النقطه المهمه جدا، هي نقطه الليبروسي او الهانسنس ديسيز اللي بتعمله المايكوبكتيريوم ليبري، تمام؟ طيب قلنا ان هو مرض جلدي خلاص، ومرض جلدي خطير جدا، هو كرونيك ديسيز بيظهر في الهيومن اونلي خلاص يا دكاتره. طيب هو بيأثر على ايه؟ هو بيأثر على السكين والميوكس ممبرينز خلاص، يبقى بيأثر على السكين والميوكس ممبرينز عشان هو مرض جلدي. كمان من ضمن الميوكس ممبرينز دي اللي هي ايه؟ النوز، وكمان بيأثر على الاير لوبس خلاص يا دكاتره. طيب هو بينمو في درجه حراره 30 درجه. طيب ازاي بقى هو بيتنقل؟ قالك ان هو بيتنقل طبيعي، اي مرض جلدي بالعقل كده بيتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الكونتاكت. طيب الباثوجينيسيس بتاعته، قالك ان الباثوجينيسيس بتاعته برضو بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انه ديسيز خطير جدا، ان البكتيريا اللي بتسبب الديسيز ده بتبقى عايشه جوه ايه؟ انتراسيلولر، بتبقى عايشه جوه السيلز شبه الماكروفيجز، زي مثلا النيرف سيلز بتاع الهيومن او الهوست سيلز مثلا بتاع الاورجانس المختلفه، فبالتالي بيبقى صعب على الاميون سيستم او الاميون ريسبونس ان هي تطلع ضده، لان هو اصلا الاورجانيزم ده مستخبي جوه السيلف، فصعب ان احنا نطلع ضده مناعه، فهنا تكمن الباثوجينيسيس بتاعته او خطوره المرض ذات نفسه، تمام؟ طب احنا قسمنا المرض ده لكذا نوع، قسمناهم لثلاث انواع. عندنا اول نوع معانا هو الليبروميتاس ليبروسي، وبعدين عندنا التيوبركلويد ليبروسي، وعندنا ميكسد تايب ما بين الليبروميتاس والتيوبركلويد. نبدا اول حاجه معانا هي الليبروميتاس تايب او الليبروميتاس ليبروسي، وليه اسم تاني نوديولار ليبروسي. اول ما نقول ليبروميتاس نفتكر ايه؟ نفتكر الصوره دي، هنلاقي الصوره دي فيها نوديولز كتير، فنفتكر ان دي اسم تاني نوديولار. على فكره الاسم التاني برضو اهم من الاسم الاساسي، لانه ممكن يجي يقول لك نوديولار ما يقولكش ليبروميتاس، فتبقى عارف ان الليبروميتاس هو ايه؟ النوديولار، تمام يا دكاتره؟ طيب الليبروميتاس ليبروسي ده بيظهر على هيئه ايه؟ بيظهر على هيئه جرانيولوميتاس نوديولز نتيجه الانفلاماتوري رياكشن ضد البارازايت، فبيظهر ايه؟ ضد الاورجانيزم، سوري، ضد البكتيريا، تمام؟ جرانيولوميتاس نوديولز. طيب الجرانيولوميتاس نوديولز دي طبعا بتظهر في السكن وبتظهر في الميوكاس ميمبرينز، وكمان ممكن نلاقيها في الانترنال اورجانس. طب نلاقيها في الانترنال اورجانس امتى؟ مثلا لما مثلا الـ البكتيريا دي او المايكوبكتيريوم ليبري تخش جوه السلس بتاع اورجان معين، تستخبى جوه السلس بتاع اورجان معين، فهنلاقي في الاورجان ده نوديولز، هنلاقي الاورجان محبب كده، تمام؟ لو ظهرت مثلا او استخبت في السلس اللي موجوده في السكن هنلاقي النوديولز في السكن، لو استخبت في السلس اللي في الميوكوس ميمبرينز هنلاقي النوديولز في الميوكوس ميمبرينز، تمام؟ ده بالنسبه للنوديولر او الليبروميتاس ايه؟ ليبروسي تايب. طيب نيجي بقى للتيوبركلويد تايب، او ليه اسم تاني هو ماكيلو انيسيتيك. طيب يعني ايه ماكيولو انستيك؟ طيب ماكيولو انستيك يا دكاتره يعني بتاثر على النيرفز وبتخلي النيرفز كده تفقد وظيفتها، تمام؟ ليه بقى؟ لان هي بتعمل انفلتريشن للجرانيوليشن تيشو بتاع النيرف خلاص يا دكاتره، بتغزو او بتعمل غزو للجرانيوليشن تيشو بتاع النيرف خلاص. طيب بعدين ايه اللي بيحصل؟ طبعا النيرف بيبوظ، بيفقد وظيفته تماما، زي مثلا الالنر نيرف، لما تاثر مثلا الالنر نيرف هيحصل ايه؟ هيحصل شويه تغيرات تروفيك تشينجز في الليمب اللي بيحركه الالنر نيرف، او الليمب اللي بيتحكم فيه الالنر نيرف، تمام؟ فالليمب طبعا الطرف ده هيحصل له مشاكل خلاص، وكذلك اي نيرف هتاثر عليه هيحصل فيه مشاكل او هتعمل تروفيك تشينجز. تروفيك تشينجز يعني هتاثر على وظيفه النيرف ده، وكمان هتاثر على وظيفه الليمب اللي بيحركه النيرف، تمام؟ طيب نيجي بقى لتالت نوع، هو اصلا شكل التيبركلويد بيبقى عامل شبه الباتشز كده، مجرد باتش او تغير في لون الجلد مش اكتر، تمام؟ طيب نيجي بقى لتالت نوع معانا هو الميكس تايب. الميكس تايب ده بيبقى عامل ازاي؟
الميكس الطبي الدكاترة بيعمل ازاي؟ قلنا ان هو بيبقى ميكس ما بين النودولر وما بين التيوبركلويد، بس النودولر بيبقى طاغي شوية في الميكس الطبي، التيوبركلويد بيبقى موجود وكل حاجة، وكمان ما بيبقاش معاه تروفيك تشينجز. يعني التيوبركلويد احنا عارفين بيبقى معاه تروفيك تشينجز في النيرف، لكن في الميكس الطبي بيبقى فيه تيوبركلويد بس من غير تروفيك تشينجز. النقطة دي برضو مهمة جدا. تمام، نيجي بقى بعد كده على مقارنة سريعة كده ما بين التيوبركلويد تايب والليبروميتاس تايب. قالك بقى ايه الاميون ريسبونس في التيوبركلويد تايب؟ نبقى عارفين اصلا التيوبركلويد تايب احسن وابسط بكتير من الليبروميتاس تايب، ان الليبروميتاس تايب اخطر بكتير من التيوبركلويد تايب. فدي بقى المقارنه دي قايمه على كده، ان الاميون ريسبونس في التيوبركلويد تايب بتبقى ايه؟ بتبقى بريدوميننت، يعني دائمه، لان الاميون ريسبونس لو الجسم طلع مناعه ضد التيوبركلويد تايب بتفضل فتره خلاص. طيب زي ايه مثلا؟ السكن بيبقى مليان بالتي هيلبرسيلز، خلاص يبقى المناعه اللي بتظهر في التيوبركلويد تايب بتبقى مليانه بالتي هيلبرسيلز، بينما الليبروميتاس تايب بقى المناعه بتبقى ديمينيشد، يعني بتظهر مره. لو الشخص ده اتعرض للبروميتاس ليبروس تاني مره ما يظهرش مناعه، تبقى صعب جدا ان هي تظهر خلاص، او بتبقى ضعيفه جدا ان هي تظهر. تمام، طب المناعه اللي بتظهر في الليبرومتاس ليبروسي بتبقى انتي بودي ميدييتد ريسبونس. طيب نيجي بقى بالنسبه للتي هيلبر تايب اللي موجوده في كل واحد فيهم. التيوبركلويد تايب بيبقى فيه التي هيلبر 1، والليبرومتاس تايب بيبقى فيه التي هيلبر 2. طب الليبرومين تيست، الليبرومين تيست يا دكاتره هنعكس، هو الليبرومين الليبروميتاس شبه الليبرومين، فانتوا هتقولوا في نفسكم ما هم شبه بعض، فكده الليبرومين تيست ده يبقى حلو في الليبروميتاس فيبقى بوزيتيف، لكن العكس، الليبرومين تيست ده كتر بيبقى بوزيتيف في التيبركلويد بينما بيبقى نيجاتيف في الليبروميتاس تايب. تمام، طيب النقطه دي مهمه برضو، والجدول كله على بعضه مهم، يعني موضوع اسئله كتير. طب السيتوكين بقى، او السيتوكينز اللي هي الحاجات المناعيه اللي بتطلع في حاله التيبركلويد تايب يا دكاتره، بيطلع الانترليوكين 2 والانترفيرون جاما والتيومر نيكروزنج فاكتور بيتا، بينما البروميتاس تايب بيطلع انترليوكين بس، انترليوكين ايه؟ 4 و5 و10. تمام، طيب النمبر بقى اوف انت النمبر بتاع عدد الاسيد فاست باسيلاي اللي هي ايه؟ عدد اصلا المايكوبكتيريوم ليبري في كل واحده فيهم. احنا قلنا التيبركلويد اسهل من الليبروميتاس، فبالتالي التيبركلويد هيبقى عدد البكتيريا فيه اقل بكتير من الليبروميتاس. تمام، طيب باقي الجدول بقى عندنا الديسيز بقى. الديسيز يا دكاتره طبعا هيبقى سوري، قبل الديسيز الليشنز، الليشنز قلنا في التيبركلويد بتبقى عباره عن ماكيولز او باتشز كده بتظهر، بينما في الليبروميتاس بتبقى نوديولز. طب الديسيز بقى، الديسيز في حاله التيبركلويد تايب بيبقى ماله؟ بيبقى سلولي جروينج، عشان خاطر هو اصلا يعني اقل خطوره شويه من الليبروميتاس، بينما الليبروميتاس بيبقى اجريسيف. البروجنوزيس بقى في حاله التيبركلويد يا دكاتره طبعا احسن بكتير من الليبروميتاس. طيب نيجي بقى لتاني حاجه معانا، او تالت حاجة تقريبا، هي الدياجنوزس. ازاي بقى بنشخص المرض بتاع الليبروسي ده؟ طب احنا بنشخصه بكذا طريقة. اول طريقة اللي هي ان احنا بناخد العينة من البكتيريا المايكوبكتيريوم ليبري ونشوفها تحت الميكروسكوب. طب احنا لما بنشوفها طبعا قلنا ان احنا بنبقى محتاجين نصبغها بايه؟ بموديفايد زيلنسن ستين. الموديفايد زيلنسن ستين هي زيلنسن ستين عادية، وبنضيف لها 5% H2SO4. نقطة مهمة، طب لما بتظهر بقى البرازايت بيبقى عامل ازاي؟ البرازايت بيبقى شبه اللي في الصورة عنده كده، هو مشاور عليه بسهم اهو، هو ده البرازايت بيبقى ظاهر كده، والباك جراوند اللي حواليه بتبقى لونها ازرق. تمام يا دكاترة، طيب ده شكل البرازايت زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى رود لايف، وكمان بيبقى ايه؟ بيبقى نون سبور فورمينج. تمام يا دكاترة، طيب يبقى ده شكل البرازايت تحت الميكروسكوب. دي طريقة من الطرق اللي احنا بنشخص بيها. طيب تاني بقى طريقة نستخدمها، ممكن نستخدم البرومين تيست. قلنا البرومين تيست ده بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف في حالة الليبروميتاس ليبروسي، وبيبقى بوزيتيف في حالة التيبركولويد ليبروسي، عشان كده هو مش يعني مش افكتيف او مش بنستخدمه دائما، عشان خاطر هو ما بيقدرش يشخص الليبروميتاس ليبروسي. ممكن يجي لنا شخص بالليبروميتاس ليبروسي ونيجي نعمل له برومين تيست يجي لنا نيجاتيف، مع ان الشخص عنده ديسيز بس يقول لك لا ده نيجاتيف، هل احنا هنصدقه؟ فطبيعي مش هنستخدمه يعني. تمام، طيب كمان ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل بي سي ار، وكمان ممكن نعمل سيرولوجي. طيب نيجي بقى للتريتمنت والبريفنشن. التريتمنت والبريفنشن بتاع الليبروسي، اول حاجه التريتمنت عندنا قلنا اختصرناه في كلمه رضا كالسلفيت، الار اي يا دكاتره الريفامبيسين، والدي ايه دابسون،
والكال السي ال دي كلوفازيمين، وعندنا الصلفيت اللي هي السلفونس. نفتكر كده السكيمة دي هي دي التريتمنت بتاع الليبروسي. طيب نيجي بقى للبريفنشن، ازاي بنعمل بريفنشن؟ طبعا عن طريق ان احنا بنعمل ايزوليشن الاشخاص دي، طبعا عشان خاطر الديسيز ده بيتنقل عن طريق الجلد، وان احنا لحد دلوقتي ما لقيناش فاكسين معين نعمل بيه بريفنشن، يعني لحد دلوقتي ما فيش فاكسين ضد الليبروسي، عشان كده هو مرض خطير. طيب نيجي بقى دكاترة لتاني حاجة معانا هي الكريبتوكوكوزيس. يعني ايه بقى كريبتوكوكوزيس؟ قلنا ان هي عدوى او مرض بيتنقل عن طريق برازاي، عن طريق فانجاي اسمها ايه، او ييست اسمها كريبتوكوكس نيوفورمنس. تمام. طيب المرض ده بيبقى سبورادك او اوبورتونيستك. يعني ايه اوبورتونيستك؟ يعني بيستغل ضعف مناعة الشخص عشان ايه، يظهر الاعراض بتاعته، او خصوصا بينشن على الاشخاص اللي مناعتها ضعيفة. تمام. طيب هو بيعمل ايه؟ بيعمل عدوى فطرية. تمام. العدوى الفطرية دي بتبقى فين؟ بتأثر على اللنجز، على الريسبيراتوري، بتأثر على البرين والمننجيز. تمام. طيب وكمان ممكن تأثر على أجزاء تانية من الجسم، بس احنا بنقول على أغلب الحاجات اللي بتأثر عليها. طيب المرض ده دكاترة مش بيتنقل من شخص للتاني زي الليبروسي، لأ هو لو جه في شخص ما مش معدي يعني. تمام. على عكس الليبروسي هو بيتنقل عن طريق ايه، السكين كونتاكت. طيب قلنا اللي هو اللي بيسببه ايه، بيسببه بادنج ييست، والبادنج ييست دي اسمها ايه، اسمها كريبتوكوكس نيو فورمات. ده شكلها يا دكاترة، شكلها عامل ازاي؟ هي بتبقى ايه، بتبقى عندها كده الكبسول اللي حواليها دي زي ما انتوا شايفين في الصورة، اللي هي دي اللي هي الكبسول اللي بره دي. تمام. دي من الكربوهيدرات. بنشوفها الكبسول دي سواء زرعناها على كالتشر او شفناها في التيشو ذات نفسه. تمام. طيب هي كمان بنلاقيها، يعني بنلاقيها على سطح الفيسز بتاع الحمام. تمام. يعني عشان كده هي بتتنقل عن طريق كده، يعني لو ناس مربيه حمام وعملوا كونتاكت مع الفيسز بتاعتها فاحنا بنلاقيها فيه. تمام يا دكاتره. طيب وده المين سورس اوف هيومن انفكشن، على الرغم ان هي موجوده في الفيسز بتاع الحمام بس ما بتسببش عدوى الحمام. هي يدوبك مثلا ممكن نعتبر الحمام ده زي ما قلنا في الباراسيتولوجي كده، ممكن يبقى مجرد فيكتور، وكمان ممكن يبقى مجرد ميكانيكال فيكتور، يعني بينقل الديسيز مش اكتر، يعني ما بيحصلش اي بيولوجيكال او بيحصل اي سايكل في الشخص او الفيكتور ده. تمام. طيب كمان الهيومنز بيتعدوا ازاي؟ بيتهدوا عن طريق الانهاليشن. يعني هم بيتعدوا عن طريق ان هم يعملوا انهاليشن للفيسز دي، مثلا فرضا الفيسز دي نزلت على الارض ونشفت، فاحنا عملنا لها انهاليشن، فبيبقى فيها الاورجانيزم اللي هو كريبتوكوكس نيوفورمانس، فبالتالي الهيومن بيتعدي عن طريق الانهاليشن. تمام. عشان كده هي بتأثر بنسبة كبيرة جدا على اللونج. طيب ايه بقى اللي بيحصل او ايه الاعراض اللي ممكن تظهر؟ ممكن الاعراض دي تبقى اسيمتوماتيك، يعني الشخص ده ما يظهرش عليه اعراض في الاول، ممكن يظهر عليه بعض الاعراض اللي هي بتيجي في البالمونري سيستم او بتيجي في الريسبيراتوري سيستم، وممكن بقى يبقى فيه اعراض بقى خطيره ان هو الديسيز يوصل ايه، يوصل للبرين وياثر على البرين وياثر على المنجيز. تمام. طيب طيب احنا قلنا ان هو بيجي في الاميون كومبرمايزد بيرسونز. تمام يا دكاتره. طيب بيعمل ايه بقى في الاميون كومبرمايزد بيرسون لو جه في شخص مناعته ضعيفه، مثلا شخص عنده الايدز مثلا. تمام. نعرف طبعا، عارفين ان الايدز ده مرض مناعي فبيأثر على المناعه وبيسبب ضعف المناعه. لو جت في شخص مناعته ضعيفه فغالبا بتأثر على البرين بنسبه كبيره جدا. تمام. بتعمل ايه في البرين؟ بتعمل سي ان اس مانيفيستيشنز، طبعا بتأثر على البرين ذات نفسه، وكمان ممكن تأثر على المنجيز، تعمل مننجايتس. خلاص. طيب الليشن بقى بتبقى عاملة ازاي؟ طبعا بيحصل انفلاماتوري رياكشن، وبيبقى فيه جرانيولوما فورميشن، يعني بتتكون جرانيولز كده او نوديولز في قلب البرين ذات نفسه، طبعا ده بيعمل مشاكل بعدين في البرين. خلاص. ممكن كمان يسبب ديس. طيب اشهر بقى حاجه بيعملها الكريبتوكوكس ده او كريبتوكوكس نيوفورمانس ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها كريبتوكوكال مننجايتس. كريبتوكوكال مننجايتس دي اللي هو ايه، التهابات في الاغشيه السحائيه بتاع البرين. تمام. طيب نيجي بقى ازاي نعمل دايجنوزس للبارازايت. قلنا سوري انا معلق معايا بارازايت مش عارفه ليه. ازاي نعمل دايجنوز بقى للفنجاي دي او اليست دي؟ اول حاجه نعمل دايجنوز عن طريق ان احنا ناخد سبيسمن، ناخد عينه. تمام.
هناخد عينة من ايه بالعقل كده؟ هو البارازايت يوه، هو ال اليست دي بتأثر على ال CSF، وبتأثر على ال بتأثر على البرين وبتأثر على اللنج. فبالتالي هناخد عينة من السبيوتم من اللنج، تمام، هنشوفها تحت الميكروسكوب، نحطها على سلايد ونشوفها تحت الميكروسكوب، هنلاقي ايه؟ هنلاقي شكل البارازايت اهو، شكل الاورجانيزم اهو، اللي هو ايه؟ اللي هو الكريبتوكوكس نيوفورمانس. قلنا دي بيبقى عندها رنج من بره، او بيبقى عندها حويصله او كبسول كده من بره، و كمان قلنا ان هي الكبسول دي موجوده في التيشو، وكمان بتبقى موجوده في الكالتشر عادي. فدي الحاجه المميزه ليها، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن نعملها ان احنا ناخد عينه من السي اس اف، لو الشخص ده جالنا بسي اس اف مانيفستيشن، او جالنا سوري ببرين مانيفستيشن، تمام، اللي هو الاعراض جاء لو البارازايت، لو الاورجانيزم وصل البرين، خلاص لو الاورجانيزم وصل البرين لدكاتره. طبعا مش لما نيجي نطلب منه عينه اكيد مش هنقول له ياخد عينه من السبيوتم، لا هنقول له ياخد عينه من السي اس اف، تمام. هنلاقي السي اس اف عامل ازاي؟ هنلاقيه تربت كده، تمام، و يعني مش نقي زي ما احنا عارفين، وكمان هيبقى مليان بالليفوسايتس. الليفوسايتس تبقى كتير جدا طبعا عشان دي عدوى، ف يعني عدوى مناعية وكده بتسبب خروج المناعة. هنلاقي الجلوكوز اللي فيه هنلاقيه يا اما قليل يا اما في النسبة السليمة، يعني هنلاقيه نسبته كويسة يا اما قليل. البروتين بقى اللي هيبقى زايد شوية. فالحتت دي مهمة جدا في الأسئلة من حيث الدايجنوز بتاع الكريبتوكوكس. طيب نيجي بقى للكالتشر. الكالتشر هنعمل الكالتشر على ايه؟ على حاجة اسمها ايه؟ عندنا حاجة اسمها سبروتز اجار، تمام، ده الاجار اللي بنستخدمه عشان نعمل كالتشر للكريبتوكوكس نيوفورمانس، خلاص. طب هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كريمي كده، شكله كريمي، والكولنس بتاعته بتبقى شبه الميوكس كده، وكمان بتبقى شايني يعني بتلمع، وقلنا ان هي بتبقى كريمي كولر زي ما انتم شايفين عندكم في الصورة، تمام يا دكاترة. طيب نيجي بقى للسيرولوجي اللي بنعمله. بنعمل سيرولوجي يا دكاتره ازاي؟ السيرولوجي يا دكاتره عشان خاطر نعمل انجين انتيبادي رياكشن، تمام، ممكن نستخدم تيست. التيست ده بنسميه لاتكس اجليوتينيشن تيست، هو اللي عندكم في الصوره ده، يعني بيستخدم حاجه كده بارتكلز اسمها لاتكس بارتكلز، ولما البارتكلز دي بتشوف الانجين بتمسك فيه، تمام. فلو مسكت فيه يبقى الشخص ده فعلا عنده الديسيز، لو ما مسكتش في حاجه يبقى الشخص ده مش عنده. فده بنسميه لاتكس اجليوتينيشن تيست، ومهم ان احنا نعرف اسمه. طيب ممكن كمان نستخدم الانتي بودز العادي اللي هو انجين انتي بودي رياكشن عادي. طيب التريتمنت بقى بتاع الكريبتوكوكوزيس، احنا بنعمل تريتمنت بايه؟ ممكن نديله انفوتريسين بي، تمام. الانفوتريسين بي ده ممكن نديله حقنه اي في، تمام، يا اما بندهوله كومبايند مع حاجه كمان. الحاجه كمان دي حاجه اسمها اورال فلوسيستون سيستوزين، تمام، سايتوزين، تمام. يبقى بندي الانفوتريسين بي مع اورال فلوسيتوزين، تمام، وده بنسميه سينرجيزم. سينرجيزم يعني ان احنا بنعمل كومباينيشن ما بين تو دراجز، يعني نديله حقنه من الانفوتريسين بي ونديله اورال فلوسيتوزين، تمام يا دكاتره. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الكريبتوكوكوزيس. وبكده نكون خلصنا المراجعة بتاع التوريال مايكرو، وربنا معاكم.